السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم صفحة 77 من كتاب المتعلم والمتعلمة منهل النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي. إذا دائما ضمن الوحدة السادسة الشمس من حولنا، الحصة السابعة الشمس مصدر للطاقة. لو سولي إيت أون سورس دينيرجي. شنو هي الأهمية ديال الشمس من حيث الطاقة؟ يعني غادي نبينو الأهمية ديال الشمس، وأن الشمس هي المصدر الرئيسي للطاقة على وجه الكرة الأرضية أو على وجه الأرض. إذا كما عودتكم أننا غادي نبداو بهاد الوضعية اللي كاينة في ألاحظ، وبهاد صورة الانطلاق اللي كتبين ألواح شمسية لإنتاج الكهرباء. إذا عندنا ألواح شمسية كينتج لنا الكهرباء. إذا نبداو نقراو أولا بهاد الوضعية ديال الانطلاق. خلال زيارة سعاد لجدها في البادية، لاحظت انتشار الألواح الشمسية على السطوح وفي الحقول. إذا هاد سعاد عندما زارت جدها في البادية، لاحظت بأنه كاين بزاف ديال الألواح الشمسية بحال هكا، كاينين في السطوح، السطوح ديال المنازل، وكذلك كاينين في الحقول. كما لاحظت بأن أغلب السكان يتوفرون على الإنارة الكهربائية في البيوت ويشاهدون التلفزة، كما يتوفرون على مضخات كهربائية لجلب الماء في الحقول. فسألت جدها عن مصدر الطاقة الكهربائي المستعملة. إذن هنايا لاحظت عاوتاني بأن الأغلب ديال السكان ديال هاد البادية كيتوفروا على الإنارة الكهربائية، يعني عندهم الضوء في البيت، يعني عندهم الكهرباء، وكذلك يشاهدون التلفزة، نعم، ويتوفرون على مضخات كهربائية لجلب المياه في الحقول، يعني كذلك يتوفرون على مضخات للمياه اللي كتخدم بالكهرباء من طبيعة الحال. فسألت جدها عن مصدر الطاقة الكهربائية، بقى كتسول جدها شنو هو المصدر ديال الطاقة اللي كيستعملوه هاد الناس. إذا كما عودتكم أنه سؤال تقصي كنكتبوه في ورقة مستقلة، إذا الورقة هي هذه. عندنا الوحدة السادسة الشمس من حولنا، الحصة السابعة الشمس مصدر للطاقة، لو سولي إيت أون سورس دينيرجي، صفحة 77 من كتاب المتعلم المتعلمة منهل النشاط العلمي. إذا هنا سؤال تقصي، شنو هو في نظركم سؤال تقصي اللي غادي يجينا مناسب مع وضعية الانطلاق وكذلك مع صورة الانطلاق؟ إذا سؤال تقصي بطبيعة الحال هو: ما هي مصادر الطاقة الكهربائية الناتجة عن الشمس؟ شنو هي الطاقة، أو شنو هي مصادر الطاقة الناتجة عن الشمس؟ إذن الفرضيات: أفترض أن أو أنه أو أن مصادر الطاقة الكهربائية الناتجة عن الشمس هي الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية، أفترض أن الطاقة الشمسية مصدرها أشعة الشمس. المصدر ديال هاد الطاقة الشمسية هي أشعة الشمس، نعم. إذا نحاولوا نتحققوا من الصحة ديال الفرضيات بدراسة أتحقق، ركن أتحقق وحدة. هاد الأنشطة هادو غنحاولوا نجاوبوا على الأسئلة اللي كاينة. إذا نبداو على بركة الله. عندنا أون كاستيون هنايا أون فرونسي، جو لي لو تكست إي جو ريبون. هاد لو تكست هذا غادي نحاولوا نقراوه وغادي نجاوبوا على الأسئلة هنا. لو سولي إيت أون بول جيونت دو فو كي برول. يعني الشمس هي واحد الكرة اللي هي كبيرة ديال النار كي برول، اللي تحترق، هي اللي في الصورة هنا. لو سولي إي لا تيغ، ها، نو بينيفيسيون دو سا شالور إي دو سا لوميير كي سون نيسيسار أ لا في سور تيغ. كنستافدو حنايا من الحرارة وكذلك من الضوء كي سون نيسيسير، اللي هما ضروريين للحياة على الأرض. لي 150 مليون دو كيلومتر كي سيبار نوتر اتموسفير دو سيت انورم سورس دينيرجي. يعني 150 مليون كيلومتر اللي كتفصلنا، ولا اللي كتفصل الكوكب ديالنا على هاد الشمس اللي هي كبيرة. نو بروتيج دو لا بويسونس دو سي رايون، كتحمينا. دونك هاد البعد هذا كيحمينا على القوة ديال الأشعة ديال هاد الأشعة ديال الشمس. Seule une petite partie de cette énergie est transformée en chauffage ou en électricité. يعني غير كمية قليلة من هاد الطاقة اللي كتحول للشوفاج التدفئة ou l'électricité اللي هي الإضاءة. C'est grâce au soleil que les plantes réalisent la photosynthèse. يعني بفضل الشمس النباتات كيديروا
la photosynthèse. Et que le cycle de l'eau peut se dérouler au dawrat al-ma يمكن لها تكون ويمكن لها الدور بفضل الشمس. نعم درنا لا كيسيون كيل اي لا فورم دينيرجي فورني بار لو سوليل. لا فورم دينيرجي النوع ديال الحراره ولا النوع ديال الطاقه عفوا اللي كتنشرها الشمس. لهنايا يمكن لا فورم دينيرجي الانرجي كناخدوها من الشمس على شكل شالور و لوميير. شالور و لوميير هاي شالور و لوميير داكور. La deuxième question, pourquoi cette énergie est-elle nécessaire à la vie sur Terre? علاش هاد الطاقة هي مهمة بزاف للعيش على كوكب الأرض؟ إذن هي مهمة بزاف. أولا كنستعملوها في الشوفاج pour le chauffage. شنو آخر؟ Et aussi pour l'électricité. الالكتريسيتي دونك هاد لي فورم د انرجي راه مهمين بزاف للانسان وللحياه على الارض حيتاش حنا كنستافدو من هاد لا شالور ومن لوميير داكوغ. ها ندوزو الان استخلص غادي نكتبها معكم كما عودتكم. اذا استخلص ملخص اللي غادي نوصلوا ليه هو ان الشمس اهم مصدر للطاقه. ماذا ايضا؟ حيث تزودنا. إذن هاد الشمس هادي كتزودنا بماذا؟ بالطاقة اللازمة للتسخين والشوفاج والإضاءة. التسخين والإضاءة وإنتاج الكهرباء يعني توليد الكهرباء. كما لها دور مهم في تيسير حياتنا على الارض حيت الكوكب ديال الارض ما قلنا كيبعد 150 كيلومتر 150 مليون كيلومتر على الشمس وهذا الشيء كيجعلنا باننا في واحد الجو اللي هو مثالي على كوكب الارض. اذا وبالتالي هذه الشمس هذه كتخلي انه الحياه ميسره على كوكب الارض. مزيان اذا الشمس اهم مصدر للطاقه حيث تزودنا بالطاقه اللازمه للتسخين والاضاءه وانتاج الكهرباء كما لها دور مهم في تيسير حياتنا على الارض. ندوزو الان الى اوتوبير ونطبقوا داكشي اللي تعلمنا في هذا الدرس هذا. تابعوا معايا. اقرا النص ثم اجيب على الاسئله. اذا هذا النص هذا غادي نقراوه ونجاوبوا على الاسئله. على الرغم من فوائدها المتعدده فان للشمس العديد من الاخطار. اذا من طبيعه الحال الشمس عندها فوائد متعدده ولكن عندها الاخطار. ينبغي ألا ننظر إلى الشمس مباشرة، يعني ما خصناش نشوفوا مباشرة الشمس، لأن أشعتها قد تؤذي أعيننا، يعني لأن الأشعة ديالها قدر تؤذي العين ديالنا، كما يجب ألا نعرض أجسامنا وقتا طويلا لأشعة الشمس مباشرة، يعني ما خصناش نعرضوا الجسم ديالنا لوقت طويل إلى أشعة الشمس، لأنه يقدر يوقع لنا حروق جلدينا، لأنها قد تسبب لنا حروقا في الجلد، هي اللي كاينة في الصورة جوج. فمعظم سرطانات الجلد مرتبطة بالتعرض المتكرر للشمس دون حماية. إذا بطبيعة الحال هنايا السرطانات ديال الجلد كيقول لك بأنها السبب ديالها وهو الشمس أو التعرض للشمس بشكل متكرر دون حماية. السؤال الأول ما هي أخطار الشمس؟ إذا أخطار الشمس نذكر النظر إلى أشعتها. إذا أننا ننظر إلى أشعتها أو النظر إلى أشعتها يؤذي العين. ماذا أيضا؟ التعرض المتكرر للشمس يسبب لنا حروقا في الجلد. يسبب لنا حروق في الجلد. السؤال الموالي ما هي وسائل الوقاية من هذه الأخطار؟ من وسائل الوقاية طبيعة الحال تجنب أولا عدم النظر إلى أشعة الشمس مباشرة. ماذا أيضا؟ ثم عدم تعريض ماذا؟ الجلد عدم تعريض الجلد إلى أشعة الشمس بشكل متكرر إذا هادو هما سبل الوقاية. وسائل الوقاية عدم النظر إلى أشعة الشمس مباشرة،
وعدم تعريض الجلد إلى أشعة الشمس بشكل متكرر، لأنه قدر تصابه بحروق وكذلك بسرطان أو سرطانات الجلد. Question 2. Je coche la case de la source d'énergie essentielle au siècle de l'eau sur la Terre. إذا شنو هو المصدر المهم ديال الطاقة اللي كاين في لو سيكل دو لو، يعني كاين في دورة المياه. إذا أهم عنصر أو أهم طاقة، دونك لو فون اللي هو الرياح، لي غايون دو سولي يعني أشعة الشمس، لاتراكسيون دو سولي اي لاتراكسيون دو لا تيغ. دونك بطبيعة الحال هنايا أهم إنرجي هي لي غايون دو سولي، أشعة الشمس. دونك هنا لا سورس دينيرجي إيسونسييل أو سيكل دو لو سوغ لا تيغ سي لي غايون دو سولي، صافي مزيان. إذا هنا أغني معارفي إلا بغيت نقرا هنايا على هاد يوهانس كيبلر اللي هو عالم فلك وعالم رياضيات ألماني، إذا يمكن لي نقرا عليه هنايا. بهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص الحصه 7 الشمس ومصدر للطاقه من الكتاب المتعلم والمتعلمة من النشاط العلمي، صفحه 77 من هذا الكتاب. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه تربيه مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم من الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.